بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز المتابع دائما لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. شوطنا بنقول السابع، جعداء محليات الأصايل، أصحاب السمو الشيوخ، نتمنى إن شاء الله التوفيق، كمان الناموس لجميع المشاركين هنا بهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. ذهب هناك إلى المركز الأول العمال لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم سعيد بن عبيد الحميري الكاسبي، ثانيا أيضا نفس المالك نفس المضمر، ثالث المراكز دمعان سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم جمال بن راشد بشاوي الأغفلي، وفي المركز الرابع الديب سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة، وخامس المراكز الأزهر سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بالدبيلة، وفي المركز السابع هناك ما شاء الله سابع المراكز ولا المركز السادس خلنا نقول، هناك معزم سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالب العرضي الحميري، وفي المركز الثامن اللي وصلنا في هذه اللحظات غيار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، وهناك مطر بن خلف بن مطر بن علوان اشتري، وفي المركز التاسع كلها تعود ملكية سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا مستمعينا الأعزاء دعنا على حضراتكم هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة من المركز الأول حتى المركز العاشر، ولكن اللي ما شاء الله مسيطر على المركز الأول صامد على مقدمة هذا الشوط. نتمنى إن شاء الله العمال يا العمال اللي مسيطر ما شاء الله على المركز الأول ومحافظ على مستواه الجميل، على انطلاقته، على أدائه المميز، إذا تم على هذا الموال أظني السلام بغادة لهذا الشعار ولمالكه ولمضمره ولجماهيره ولمحبين هذا الشعار، شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم حفظه الله ورعاه أبو سعيد، دائما لهذا الشعار، مهتم لهذه الرياضة العربية الأصيلة. المركز الثاني، المركز الثاني دمعان، شفته وعينه دمعت، نتمنى إن شاء الله التوفيق لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم شعاره مع جمال بن راشد بالشاوي الأخواني. المركز الثالث هناك اللي وصلنا هالذيب سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم أيضا أحد مضمرين هذا العالم محمد بن سعيد بن حلوة، ورابع المراكز معزم سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وعتيج بن سالب العرض الحميني، وخامس المراكز الأزهر، أين أنت يا الأزهر؟ ما شاء الله من تألق في العام الماضي في انطلاقات سن اللي جاي، وفي هذا العام إن شاء الله نتمنى التوفيق، ناموس جميل لهذا القعود، محمد بن عبد الله بالدبيلي في عملية تضمين. بسم الله الرحمن الرحيم، عودة من جديد، والعمال يرقص طرب فرح بهذا الموقع الجميل، بهذا الموقع المميز، بهذا الموقع المشرف دائما لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. الله الله لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، متابعا لهذه الانطلاقة الجميلة، هذه الانطلاقة المميزة، النقلة على المركز الثاني. الله يا بشاوي
يا دمعان على المركز الأول، غير على مقدمة الشوط لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، جمال بن راشد بالشاوي الغفلي، ولكن الأزهر ثانيا وتعود ملكيته سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، محمد بن عبد الله بالدبيل. خلاص سلام يا بشاوي، سلامي عليك يا مضمر دمعان. تبارك الرحمن بهذا الانطلاق الجميل، بهذا الاندفاع المميز اللي قدمه دمعان هنا على أرضية هذا الميدان. تهانينا أولا سمو الشيخ محمد بن راشد، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد مكتوم. شكرا جمال بن راشد بالشاوي على هذا الإبداع الجميل، هذا الإبداع المميز حتى هذه اللحظات الجميلة، هي لحظات وصولة خط النهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني أيها الإخوة هنا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد مكتوم. المركز الثالث سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم. المركز الرابع الشيخ محمد بن راشد محمد بن راشد مكتوم. المركز الخامس سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم. 6 دقائق 13 ثانية 42 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.